دكتور عصام شماو واحد من مؤسسين مستشفى الكورنيش. أول ما دخل مستشفى الكورنيش كان في بوكس كبير محطوط على جهة، فسأل شو هالصندوق؟ فتح الصندوق كان في أول ألترا ساوند، جهاز تصوير بالأشعة فوق الصوتية في إمارة أبوظبي. التصوير الطبي لم يكن منتشرا في ثقافة المنطقة خاصة عند الحوامل كما هو اليوم. الدكتور الشمام أتى إلى إمارة أبوظبي عام 1977 وأسس قسم الأشعة في مستشفى الكورنيش، قسم التصوير الطبي، فقد كان أول من استعمل الألتراساوند في أمراض الحمل في إمارة أبوظبي. أثرت بشكل كبير هذه المساهمة في خفض مستوى وفيات لدى الأمهات والأطفال حديثي الولادة في إمارة أبوظبي وفي الإمارات بشكل عام. شيء غير متعارف عليه في إمارة أبوظبي وفي الدولة، الخبر اللي نزل في الجريدة أنه هو ساحر، لأن الناس ما كانوا متعودين على أن حد يخبرهم جنس الجنين. بالعكس أقنعهم وستوى شيء عادي أن جنس الجنين متعارف عليه والناس تي وتسأل. And even patients who don't want to show their face to the male doctor, he will put a curtain like that, and between the curtain there is a place to put the hand. Then he will put the sonicaid here, the ultrasound machine here, because some ladies want the ultrasound to be done by Dr. Sharma. حمل المدام كان شوي complicated. موعد على موعد صارت هي تشوفي تطمن أكثر من كلام دكتور عصام. موعد دكتور عصام تحسه نفسيا يشيل عنها وايد الاسترس، حتى أنا غير فيني دكتور عصام، خلاني أتثقف، خلاني أتشجع، خلاني أنا اللي أبادر. للأمانة دكتور عصام يعني شهادتنا في مجروح. مسيرة عصام الشماع 40 سنة كان مثال حي لأخلاق العمل، بجدة واجتهادة قدر يضع مستشفى الكورنيش على الخارطة كعلامة فارقة في تقديم الخدمات الطبية للمرأة والطفل. وتكريما لعطائه عبر هذه السنين فقد تقرر تسمية هذا القسم التصوير الطبي في مستشفى الكورنيش باسم قسم الدكتور عصام الشماع للتصوير الطبي. وكانت رسالته دائما المريض أولا. والآن ندعو أفراد العائلة لتقليد الدكتور عصام الشماع وسام أبوظبي. والآن ندعو الدكتور عصام الشماع التفضل لاستلام الجائزة.